منح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الطالبين جاسر بن دهام اليامي وذيب بن مانع اليامي اللذين استشهدا غرقا في الولايات المتحدة الأمريكية أثناء محاولتهما إنقاذ طفلين أمريكيين من الغرق وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى ومبلغ 1,000,000 ريال لورثة كل منهما تقديرا لما قاما به من عمل بطولي. جاء ذلك خلال استقباله لذوي الطالبين في مكتبه بقصر السلام في جدة اليوم معربا عن تعازيه ومواساته لهم في الفقيدين عادا تضحيتهما بنفسيهما في سبيل إنقاذ طفلين من الغرق عدا إياه عملا إنسانيا.